بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب الخامس من الكتاب 30 كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. وبالأمس قلنا لماذا أصر ماعز والغامدية على أن يقام عليهم الحد، بالرغم أنهم أمامهم فرصة الاستغفار والتوبة دون أن يفضحوا أنفسهم. لماذا أصروا على ذلك؟ لحكم كثيرة أراد الله ذلك وألقى في قلوبهم هذا المعنى حتى يتم تنفيذ الحكم في العصر النبوي، فينتقل كيفية تنفيذ الحكم، لأنه لو لم ينفذ الحكم ولو مرة واحدة في العصر النبوي لاختلف الناس اختلاف كبير في كيفية التنفيذ. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك نموذج لكيفية تنفيذ هذا الحكم في العصر النبوي الشريف، يقتدي به الحكام بعد ذلك إن أرادوا أن ينفذوا هذه الأحكام. ثانيا، لحكمة بليغة عندهم، وهم أن التوبة والاستغفار غير متيقنة القبول، أما إقامة الحد بأمر النبي فمتيقن التطهير، فأرادوا المتيقن وتركوا المظنون، لأنه إذا أقيم الحد فالحد كفارة يقينا عن هذا عن هذه المعصية، أما إذا تاب ولم يقم عليه حد فهو في خطر المشيئة، إن شاء غفر له وقبل توبته وإن شاء عذبه. فأرادوا أن يخرجوا من خطر المشيئة إلى يقين التطهير، خصوصا لو كان هذا الحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرصة لا تعوض. ولذلك كانوا عندهم من الفقه ما غاب عن كثير من الناس، فرضي الله عنهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 27 بعد 504,000 قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. هذا الإسناد فيه سقط، هذا الإسناد فيه ساقط واحد ساقط، عشان كده الإمام مسلم جابه متأخر في إيه؟ في شواهد الأحاديث، ولم يجعله في إيه؟ يعني في المتابعات، ولم يأتي فيه في الشاهد. موضع السقط أن يحيى بن يعلى لم يسمع عن غيلان، بل سمع عن أبيه، وأبيه هو الذي سمع عن غيلان فسقط عن أبيه. يعني حق الإسناد يبقى إيه؟ عن يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن أبيه عن غيلان، لأنه لم يثبت سماع يحيى بن يعلى عن غيلان مباشرة، ولكن بواسطة أبيه، خصوصا أن هذا الحديث مروي أيضا بالإسناد كاملا في كتب السنة الأخرى زي النسائي وغيره، وأيضا روي هذا الحديث هذا الإسناد يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان في صحيح البخاري بهذا الإسناد عن أبيه عن غيلان، ولم يثبت سماعا مباشرا ليحيى بن يعلى عن غيلان.
قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. يبقى هو يريد التطهير المتيقن، إنما لو كان قاعد ويقول اللهم اغفر لي ويعيش حياته، الله أعلم قبلوا ربنا ولا ما قبلوش، ما يعرفش. هل كل من استغفر عنده يقين أن الله قبله أم لا؟ يبقى ما زال في خطر المشيئة، مش كده برضو؟ ولذا جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله. وويحك كلمة توجع وترحم، فهمت ازاي؟ ويحك كلمة توجع وترحم، كأن النبي بيتألم لما ايه، لما سوف يحدث فيه من رجم او غيري او فضيحة. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب اليه. كأن النبي بيقول له يعني استغفر وتب اليه، وانا هشفع لك يوم القيامة، ما تقلقش وروح. فهم؟ يريد ان يطمئنه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ما زال يريد ايه، ان يتيقن التطهير. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء، مشي فعلا، وبعدين ايه زي ما تقول ضميره انبه تاني، رجع للنبي قال له: لا بقى انا مش هروح، انا عايزك تطهرني. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الصحابة كانوا في حالة عالية من النفس اللوامة، بحيث انهم كانوا يعني ايه يبغون الكمال، والنفس اللوامة هي النفس التي تبغي الكمال. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، ثالث مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ حتى يتيقن من كامل القوى العقلية، وأنه إيه في حالة بغير إكراه من مرض أو غيره. فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. عايز النبي يطمئن أن اعترافه وهو في كامل قوى العقلية، يبقى لابد أن يكون الاعتراف في حالة إيه من كمال القوة العقلية، من الانتباه والتركيز، حتى يعتد به، خصوصا أنه حينبني على هذا الاعتراف حكم بالإعدام بالقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني، أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. يبقى بالإجماع لا يقام الحد على المرأة الحامل، أي حد من الحلول، سواء شرب خمر أو حد جلد أو حد رجم،
لا يقام الحد بالإجماع على الحامل حتى تضع، لأنها لو لم يكن رجما إلى الموت فالحد بالجلد قد يؤلمها فتسقط منها جنينها، فحفاظا على ما في بطنها. ولو كان هذا الجنين في بطنها ابن زنا فله حرمة الحياة، فنحافظ على حياته. فأجمع المسلمون على عدم إقامة الحد على المرأة في حال حملها، لابد من الانتظار حتى تضع، ولو كان الذي في بطنها حمل غير محترم كحمل زنا. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. كفلها يعني أنفق عليها وأحسن إليها وعاشت عنده حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. يبقى النبي برضو أجل، يبقى لا يقام الحد على الحامل حتى تضع. فإن وضعت، إن لم يكن هناك بديل لإرضاع الطفل، يؤجل الحد حتى ترضع طفلها. واضح؟ كل دي أحكام لابد أن يفهمها القاضي المسلم عند قضائه في الحدود. فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضع. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. الرواية دي يوحي ظاهرها أنها تخالف الرواية التي قرأناها في كتب السنة الأخرى، أنها أتت به وفي يده كسرة خبز فأمر برجمه، توحي أن هناك في نوع من التعارض، مش كده؟ لكن الراجح أنها أرضعته حتى فطمته ثم جاءت به. فقام هذا الأنصاري وقال لها: إلي رضاعه، وقصد برضاعه يعني كفالته ورعايته وتربيته بعد فطامه. واضح؟ حتى نجمع بين الروايات. وعبر عن الكفالة والتربية بالرضاعة على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقارب في لفظ الحديث، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروا أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية. هنا في الرواية هنا حفر له، في الرواية الثانية لم يحفر له، مش كده برضه؟ فيبدو أنه يعني لم يحفر له حفرة مبالغ فيها، يعني حفر له حفرة صغيرة فاستطاع أن يجري منها بعدما أزلقته الحجارة. فهمت إزاي؟ يبقى كأنه حفر له يعني حفرة قصيرة ضحلة حتى يقف فيها ويكون في متناول الحجارة فيموت سريعا دون تعذيب. لكن لما أزلقته الحجارة ألمته جري، فأدركوه عند الحرة يعني في مكان هناك بعيد، وضربوه بالصخور الكبيرة حتى يعجلوا بموته فلا يعذبوه أكثر من ذلك. وهل يحفر للزاني
أثناء رجمه أم لا خلاف بين الفقهاء كبير. يعني عند الشافعية الرجل لا يحفر له أصلا، يرجم كده وهو على سطح الأرض ليعطى له فرصة أن يرجع، وإذا رجع يقبل رجوعه إن كان الحد بالإقرار، الحد بالإقرار وليس بالبينة، فهم؟ والمرأة الشافعية عندهم ثلاثة أوجه في حفر لها أو لا يحفر. وجه يقال أنه لا يحفر لها، وجه ثاني يحفر لها لأنه أستر لها فلا تتعرى، فهمت؟ يحفر لها ويردم ولا يظهر منها إلا جزءها العلوي، ثم ترجم على هذه الحالة حتى يكون أستر لها. ده وجه. وجه ثالث لا يبالغ في الحفر ولكن تشك عليها ثيابها، يعني تربط ثيابها عليها كويس. والإمام مالك له إيه آراء مختلفة في المسألة، والإمام أبو حنيفة أيضا. بعضهم فرقوا بين من أقيم عليه الحد بالإقرار فلا يحفر له حتى إذا عاد في إقراره يستطيع أن يجري، وبعضهم قال يحفر لمن ثبت الحد بالبينة وهي الشهود، وساعتها لا يقبل فراره، وبالتالي يحفر له حتى يثبت أمام الحجارة فيموت سريعا من باب الرحمة، فهمت؟ فالمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، ويبدو أنها ما زال متروكة لاختيار برضو الحاكم والاختيار ما يراه مناسب، فليس فيها جزم على أي وجه من الوجوه. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله. الغامدية لما سمعت النبي قال على ماعز انه تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة او على امة وسعتهم، فكانت هي زانية اخرى، فقالت ايه والله ده انا عامل زي ماعز بقى، انا عايز اتوب ربنا يطهرني تطهيرة كبيرة كده، فهمت؟ فتشجعت فجاءت تعترف للنبي. يبقى ايه قول النبي لماعز بعد وفاته ورجمه أن الله قبل توبته وأن توبته كانت توبة كبيرة تكفي أمة كثيرة من الناس، هذا جعل الغامدية تعترف للنبي صلى الله عليه وسلم لعلها تكون على هيئته من كمال المغفرة. ده حال الزنا في عصر النبي، كانوا كده بهذا الصلاح، فما بالك بقى بالصالحين أيام النبي كانوا يبقوا إيه؟ يعني دول بقى اللي هم إيه؟ اللي هم يعني يعتبروا إيه؟ الناس اللي هم أهل الكبائر في الصحابة، كيفية كانت قلوبهم وحرصهم على إن هم يتطهروا وحرصهم وتأنيب ضميرهم ونفسهم اللوامة وصدقهم في التوبة. يعني قل ما شئت بقى في الصحابة، عشان كده الصحابة كلهم عدول حتى فاعل الكبائر فيهم، لكمال قلوبهم. عشان كده شوف احنا نقول الزانية ونقول رضي الله عنه، شوف قد ايه، نقول الغامدية رضي الله عنه، ماعز رضي الله عنه، شوف قد ايه ليه لكمال حالهم، لان التائب من الذنب كمان لا ذنب له. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني، وانه ردها. فلما كان الغدو قالت يا رسول الله لما تردني، لعلك ان تردني كما رددت ماعزا، فوالله اني لا حبلى. يعني في اكتر من كده؟ يعني لو انت شاكك ان انا ما زنيتش ده انا حبلى، يعني عايزه تبين للنبي القرينه الايه انها صادقه في اعترافها يعني، فوالله اني لا حبلى. قال اما لا فاذهبي حتى تلدي. طالما بقى انت حبلى يبقى برضه لا مش هنقيم الحد حتى تدر حتى تلدي. فلما ولدت اتته بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته، شفت الروايه دي عشان نفهم الروايه دي بالروايه اللي قبلها، فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسره خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام. فدفع الصبي الى رجل من المسلمين اللي هو قال ايه علي رضاعه، فهمت؟ ثم امر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها،
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس يعني ايه؟ يعني حاكم ظالم ظلم الملايين من البشر. شوف قد ايه، لان ظلم البشر اشد عند الله من ايه؟ من ظلم النفس. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وصاحب المكس هو الحاكم الظالم الذي يفرض ضرائب ظالمة على الناس فيأخذ أموالهم بغير حق بسلطته إيه الحاكم وحكمه عليه، يسموه صاحب مكس، زي حكام الظلمة بتوع المسلمين بتوع اليوم دول. فهم؟ وعن أبي قال حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه، فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني ربطت وشدت عليها ثيابها حتى لا تتعرى أثناء إيه؟ أثناء الحد يعني. فشكت عليها ثيابها يعني ربطت وشدت، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وشوف أهل المدينة فيهم إيه؟ منافقين وفيهم يهود. شوف قد ايه توبتها عظيمة بقى. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، و70 هنا المقصود بها يعني أهل المدينة كلهم، لأن 70 في لغة العرب أيام النبي يعني العدد الكامل، ما يقصدش محض المعنى، يقصد يعني العدد الكبير، يقول لك 70 مرة يعني كأن يعني كتير أوي. فهمت؟ يقصد الكثرة يعني. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ كل ده بيكلم سيدنا عمر، أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد لا يعاب ولا يذكر بسوء بل يذكر بكل خير، لأنه قد جاد بنفسه إيه؟ وأنبته نفسه واعترف وقبل بفضيحة الدنيا حتى يستر من فضيحة الآخرة. فكل ده علامة من علامات الإيمان بالغيب العالي، وهذا يدل على أن الحدود إذا أقيمت كفارة لمن ارتكبها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله، يعني أستحلفك بالله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، يعني أذن لي في الكلام يعني في عرض القضية يعني. قال قل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيف يعني أجير،
يبقى عسيف يعني أجير. إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، يعني عليك علي أن يرد إليك الغنم والوليدة. الوليدة يعني أمة صغيرة، اداله أمة ومئة شاة ظنا منه أن ابنه لو راحت القضية عند النبي هيرجمه، فخاف على ابنه يموت، فعمل صلح معاه، قالوا له خلاص اصطلحوا، اديله 100 شاة وليدة وخلاص وخد ابنك وروح. فلما ايه ذهب للناس اللي عندهم علم قالوا له لا، ده ابنك بكر، ده كان هيتجلد 100 جلدة وتغريب عام وخلاص وخد مالك. وزوجة هذا الرجل لو ثبت زناها واقرت هترجم لانها سيب، فهمت؟ فلما عرف القصة راح للنبي، فالنبي حكم انه يرد له ماله، وان ابنه يجلد 100 ويغرب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا. وأنيس هذا كان من إيه؟ من أسلم، والست دي كانت من أسلم يعني من نفس القبيلة. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طب افرض ما اعترفتش، يقام حد القذف على الرجل ده اللي هو جاء رفع القضية على النبي وقال إنها زنى بامرأة هذا. هي جات قالت لا ما زنتش، نعمل ايه؟ يقام الحد على الولد لانه ايه؟ البكر اعترف بالزنا، ويقام حد القذف على الذي ايه؟ قذف هذه المرأة. شفت بقى المسألة؟ واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طب لم تعترف يبقى هيقام حد القذف على ايه؟ على والدي هذا الأسيف. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ما قالش بقى هنا جلد ورجم، ما جمعش بين الجلد والرجم، فهم؟ زي ما قلنا في الحديث إن لا يجمع بين الجلد والرجم على الراجح عند الجمهور. ليه؟ لأن الرجم أشد من الجلد فيدخل الجلد فيه، فهمت ازاي؟ وأنا أكتفي بالأشد. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. وعن أبي قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ يبقى النبي أراد أن يحكم عليهم بما عندهم في التوراة صلى الله عليه وسلم. قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما. نحملهما يعني نركبهم جمل أو حمار ظهرهم في ظهر بعض، ويسودوا وشهم ويمشوا في المدينة يفضحوهم، اسمها التجريس، يجرسوهم يعني.
فاهم؟ جرسوا يعني ايه؟ جايه من الجرس، عشان يركبوهم الحمار كده ويمشوا يعملوا جرس كده عشان كل الناس تبص، كل الناس تبص، يبقى بيفضحوه. فالتجريس جايه من استعمال الجرس للفت انتباه الناس للمفضوح، فسميت تجريس نسبه للجرس. فهمت؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. النبي عرف إن حكمها مش كده في التوراة. الأم الذي لم يقرأ ولا يكتب، والتوراة بالعبرانية ومش بالإيه العربية. شفت بقى؟ لأنه يوحى إليه، فربنا أوحى إليه إن التوراة مش كده. دول أونتاجية، دول بيبدلوا الكلمة عن الماضي. فالنبي قال لهم عندكم الكلام ده؟ طب هاتوا التوراة بقى نقراها. يتحداهم بما في أيديهم، وهو الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم ودع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني عداها، حط إيده كده بيخبي كلمة الرجم. فقال له عبد الله بن سلام، وكان عالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام وأسلم، فعارف إن فيها الرجم. فقال عبد الله له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. ما قالش حفرها، ما فيش حفرة هنا، يبقى يبدو أن الحفر على سبيل الاختيار للحكم. فهمت بقى؟ يبقى الحفر ليس على سبيل الالزام، بل هو على سبيل الاختيار للحال. وعشان كده فيه مذاهب كثيره. وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب حا قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك بن انس ان نافعا اخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمما. محمم يعني عليه إيه؟ يعني مسود الوجه، أدي محمم يعني مسودين وجه. مجلودا يعني مربوط بجلده، مجلودا يعني مربوط بجلده، محمما يعني مسودا بالايه بالحميم يعني بالطين او بالفحم. فدعاهم صلى الله عليه واله وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، يعني كثر الزنا في أشرافنا. فقالوا بدل ما نقتل أشرافنا كل شوية يبقى إيه نعمل لهم جريء يعني عقوبة كده ويروحوا خلاص، بدل ما نقتل أشرافنا بسبب كثرة الزنا عندهم يعني. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم تسويد الوجه والجلد، فكان الرجم فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم.
فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول: ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني الكافرون بالحكم مش الكافرون بالله، خد بالك، الكافرون بالحكم كفر عملي وليس اعتقادي، خلافا لما ذهب إليه الإخوان المسلمين والوهابية والجماعات التكفيرية والقاعدية وغير ذلك على مر العصور بقى، وكفروا المسلمين كفر عملي، معصية يعني زي سائر المعاصي، معصية كسائر المعاصي علينا نتوب منها ونرجع ليه، في حين ان المسلمين لم يحكموا حكموا بما انزل الله، لكن هم في اعتقادهم ما بيحكموش بما انزل الله. هو احنا البيع والشراء، قوانين البيع والشراء والزواج والطلاق وقوانين المواريث والحاجات دي كلها، وقوانين العقوبات، القاتل يقتل بالاعدام، النفس بالنفس، كل دي مش بما انزل الله ولا لم ينزله الله؟ بنحكم بما انزل الله، لكن امك منها منصوص عليها بطريقه القوانين مش بطريقه الايات، يعني حولوا الايات والفقه الى قوانين منصوص عليه، قال لك شوف قانون ده لم ياتي من عند الله، هم عايزين يحطوا المصحف كده، القاضي يقرا من المصحف وبعدين يحكم. طب ما هو المصاحف وكتب الفقه تحولت الى احكام اتكتبت عشان نخرج من خلاف المذاهب. فعقليتهم الايه؟ المريضه هي اللي كفرت بايه؟ كفروا بها المجتمعات، وكفروا بها المسلمون، وكفروا بها الحكومات، وكل الحكايه دي اوهام، قاعدين بيحاربوا وهم زي ما الوهابيه بتحارب وهم الشرك في الامه، متصوره ان الامه مشركه، وقاعده بتحارب طول النهار الشرك، فين الشرك ده؟ مفيش، ده اوهام، هلوسينيشن، هلوسه. فهمت؟ تهيؤات، زي واحد يتهيأ له ان في عفريت قدامه قاعد بيحاربه طول النهار ومفيش عفريت. فدي هلوسه ذهنيه زي الهلوسه البصريه بالظبط. طول عمر المسلمين بيحكموا بما انزل الله، لعلمك، طول عمر المسلمين الى يومنا هذا والى ان يشاء الله. هم تركوا الحكم في بعض القضايا زي الرجم ما عملوهوش، زي لماذا؟ لعدم وجود شهود العدول بس، لان زمن شبهه، واوقفوا قطع يد السارق لانه زمن مجاعه والناس محتاجين، وسيدنا عمر اوقف قطع اليد لما كان في مجاعه، والناس دلوقتي في بطاله وفي مجاعه وفي غلاء، فزي قطع يد السارق دلوقتي، فهم؟ فاوقفوا مثل هذه الاحكام لانه زمن شبهه وزمن ايه؟ فقر. ادي المساله، شبهه يعني ايه؟ يعني ممكن تجيب شهود زور يحلفوا على انهم شافوا وهم ما شافوش، وتقام الحدود على ناس بريئه، فاكتفوا بسبب ذلك بايه؟ بعقوبات تعزيريه، لان النبي قال: لان يخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه، اي كده للقضاء، ان تخطئ في العفو خير لك من ان تخطئ في العقوبه، وقال اذروا الحدود بالشبهات. يبقى احنا بنحكم بما انزل الله، محدش قال اننا كفار يعني، وكليه الحقوق يقولوا عليها ازاي تدخل كليه الحقوق تتعلم الكفر، بيحرموا التعليم في كلية الحقوق، كل ده بسبب الجهل اللي عندهم. فربنا ينجيهم مما هم فيه من الجهل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها، كلها. يعني كل ده نزل فين؟ في اليهود. تعمل أنت في المسلمين؟ ودي عادة مين؟ عادة الخوارج، الآيات التي نزلت في الكفار يعملوها في المسلمين، دي عادة الخوارج. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج
قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. وعن أبي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري، لأن سورة النور فيها الجلد. وعن أبي قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. يبقى إيه الحد؟ على إيه؟ على الرقيق، لا يوجد رجم للرقيق. الرقيق سواء كان بكر أو ثيب يجلد 50 جلدة. الحمد لله يديكم الله يصلح. لقول الله عز وجل فعليها نصف ما على العذاب من مثل نصف ما على المحصنات من العذاب. فالتنصيف لا يكون إلا في الجلد، ما فيش تنصيف في الرجم، لأن الرجم رجم إلى الموت. يعني أموته نص موتة يعني؟ ما ينفعش، تعرفش تنصف الموت. فهمت إزاي الرجم؟ لكن أعرف أنصف 100 جلدة. فلما يقول فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى معناه إيه؟ معناه يعني نصف الجلد، نصف عدد الجلدات. وده اللي أجمعت عليه الأمة. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني ما يبذلش يلومها وايه ويناديها طول النهار يا زانيه تعالي يا زانيه روحي يا زانيه تعالي يا مجرمه، ما يقولش كده. يقيم عليها الحد 50 جلدة ويسكت، ما يشتمهاش تاني. فاهم؟ ثم ان زنت تاني فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم ان زنت الثالثه فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، يخلص منها بقى طالما هي مستأصل فيها هذه العادة وما بتتأدبش. يبقى بعد ثالث مرة بقى يتخلص منها، يبيعها في السوق ولو بأرخص ثمن يخلص منها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثي عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الحبل المطفور من الشعر ده كان رخيص قوي يعني،
يعني باع ولو بأرخص سعر يعني. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب: والضفير الحبل. وعنه به قال: وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما، ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل. وعنه به قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة. والباب الأخير في مواضيع الزنا باب تأخير الحد عن النفساء، يعني حتى لو كانت المرأة وضعت وفي نفاسها وهناك من يرضع من وضعته يؤجل الحد عنها وقت نفاسه حتى تنتهي، يعني لازم تكون في كامل عافيتها، لا يقام الحد على المريض. وفي قصة مشهورة يقول لك ان سيدنا عمر بن الخطاب ابنه شرب الخمر في مصر فأمر ان يجيبوه وجلد في مصر، لكن جلدوه الظاهر في مكان يعني جلد كده خفيف عشان ابن عمر. يقال هذا القصة كده ويبدو انها قصة كلها باطلة لكنها مشهورة. ام سيدنا عمر ارسل لوليه في مصر قال له ابعت لي ابني وانا اقيم عليه الحد هنا، فربطه وبعته وصل لسيدنا عمر وهو محموم وعنده حمى وتعبان واقام عليه الحد تاني حتى مات، والناس يقول الله اكبر ايه الكلام ده، وكل ده بغير الفقه الاسلامي، كانه بيقولوا ان سيدنا عمر كان جاهل. لا يقام الحد على المريض اصلا، ولا يقام الحد مرتين، وهذه قصه باطله اكيد سمعتوها في خطب جمعه كتير. كلها باطل، لان هذا يدل على ان سيدنا عمر لم يكن فقيها، وسيدنا عمر كان فقيها، ويدل على قسوه اقامه الحدود، واقامه الحدود فيها رحمه، فهمت ازاي؟ ولا يجوز ان يقام الحد مرتين كمان، فحذار انك تحكيها في للناس، لان سيدنا عمر لو جيت قابلته يوم القيامه هيلومك ازاي تقول عليا كده، انا اعمل كده؟ سيدنا عمر اللي هو كان كله رحمه وكله فقه، زي عنده قوه لكن قوه برحمه وبعلم، فاحذر تتكلم الحاجات دي. فلا يجوز اقامه الحد على المريض، لابد ان هو يعافى من مرضه، فهمت؟ فلا تجمع عليه ضعف المرض والم الحد، ما ينفعش، لأنه ممكن ضعف المرض وأنا حجلده 80 جلدة مثلا حد قذف يموت فيه لأنه ما يتحملهاش. باب تأخير الحد عن النفساء. وعنه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن، وزاد في الحديث: اتركها حتى تماثل، يعني تبرأ. ونقف على باب حد الخمر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك
وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.